تطور التصميم والطباعة ثلاثية الأبعاد وأصبحوا شبه جاهزين لإدراجهم كوسيلة تعليمية بالمدارس. 3D Innova شركة بتوجه الجيل الناشئ لمواكبة التكنولوجيا وبتوضع الأولاد على السكة الصحيحة من خلال ورشات عمل خاصة. ربا النشاش، صار لي عايشة في الإمارات تقريباً 21 سنة، يعني ربيت هون. تخرجت الجامعة الأمريكية بالشارقة Civil Engineering، واشتغلت تقريباً 6 سنين في البرودكشن وديزاين في الاندستري. كيف فيك تعرفينا على 3D Innova؟ 3D Innova هدفها إن هي تدمج بين الكتب والتكنولوجيا. هلا التكنولوجيا اللي احنا عم نوفرها هي تعليم الطلاب كيف يستعمل الكمبيوتر ايدد ديزاين اند 3D printing. هل انتم عندكم شراكات مع المدارس والمناهج الدراسيه ام لحالكم؟ بنقدم تو سيرفيسز. اول جزء من السيرفيس هو بنعمل ورشات عمل تعليميه للكاد و 3D printing، والثانية اللي هي أونلاين lesson plans و activities، أنشطة ممكن الطالب أو المدرس ينزلها ويستعملها بالصف. بس هلأ إحنا كنا نواجه صعوبة لما نحكي مع مدرسين إن هم شوي بتخوفوا من الفكرة، بحسوها شوي ممكن تكون صعبة. فإحنا ضفنا الورشات العمل مشان نفرجيهم قديش الموضوع إنه مو كتير صعب زي ما أنتوا بتخيلوا، هو أسهل. فالورشات العمل بتقربهم من الموضوع، بتسهل عليهم الترانزيشن هاي أو إنه شيء يضيفوه على اليوم الدراسي للطالب. هنا باتول وكارما. باتول وكارما they are 3D Innova ambassadors. هنا they're doing a workshop. هلا الworkshops تبعتنا أول شيء بنعمل إنه بنعلمهم كيف يستعملوا computer aided design software. Okay. الcomputer aided design عنا two different setups. أول واحد نستعمل Tinkercad. Tinkercad اللي هو simple يعني. وفي عنا software تاني اسمه Fusion 360. Okay. هو شوية complicated أكتر، واللي بده يعمل models شوي complex بيستعمل Fusion 360. احنا during the workshop نعطيهم also handouts. الhandouts هاي بتشرح لهم خطوة خطوة شو لازم يعملوا مشان to create their product. حلو. Okay. حلو. وبعد ما يعملوا الموديل 3D model على الcomputers the last step they print it. Okay. عشان يشوفوا بالأخير هو شو عملوا يعني. This is the fun part. يعني أول ما يجي لعندكم التلميذ عادة يمكن ما يكون بيعرف بشي خاصه بال 3D، أنتوا بتعطوه أول شيء بتوجهون. أيوة. وبعدين بتعطون. نعطي أول شيء guideline step by step introduction عادة للsoftware. أول شيء بنعلمه ال sketching كيف يرسم ال 2D sketching، بعدين بنعلمه ال sculpting، بعدين الموديلينج. فدائما نتاكد انه هم بيعرفوا كل الخطوات قبل ما يصمموا ذا فاينل برودكت. فهلا مثلا بتول رح تفرجينا عم تعمل واحده من الاكسرسايز اللي هي انتدكشن تو سكالبتينج، اللي بتعلم كيف تعمل مجسم من سكتش. بعد ما تعمل السكتش بعدين بفرجيك على الويب سايت الجايد لاينز حسب التوبكس وحسب الطالب شو بيدرس هذاك اليوم، بنعمل لهم مودلز ولسن بلانز حسب التوبك. حلو. ربع عارفين اكثر بليز كيف بيشتغل الويب سايت؟ اوكي. الويب سايت سهل كثير. اول شيء اليوزر بيعمل بروفايل زي ما بتعملي دائما يو كاونت لك على الويب سايت. هون عندنا الويب سايت مقسم لتوبكس. اوكي. التوبكس اللي عندنا ماثماتكس وبيولوجي وارت جيوغرافي ساينس وديزاين تكنولوجي، والويب سايت كله زي ما هو موجود في الانجليزي كمان موجود بالعربي. اوكي. فبناخذ مثال مثلا جيوغرافي. مثلا عندنا الجيوغرافي بيعطيكي كيف ممكن تستعملي الجغرافيا في الكاد وال 3D printing. حلو. اوكي. بعد هيك بيجيكي lesson plans و activities. اوكي. في عندنا مثلا طبقات الارض، لما نعمل داونلود وبشرح لك بالضبط شو لازم الواحد يعمل عشان يصمم ويعمل 3D modeling لطبقات الارض على برنامج Fusion 360.
وكمان بنعطيهم تيبس كيف يعملوا برينتينج 3D برينتينج لهاي الاكتيفيتي. الحلو انه بصير التعليم اكثر مرح، يعني بدل ما يدرسوا بالكتاب شو هن طبقات الارض. أيوة بتعلموا وبيعملوها بالضبط، بتعلموا كيف يبنوا طبقات الارض على الفيوجن 360 على البرنامج وبعدين بيطبعوها. ونفس الجايد هذا احنا بنعطيه بالانجليزي وكمان موجود بالعربي. للمدارس اللي نظام تبعهم عربي بنعطيهم كمان الكتيبات هاي بالعربي، وكمان بنعطي المدرس ال 3D موديل نفسها انه ممكن ينزلها الموديل يشوف الطالب اذا عمل الموديل هاي صح او غلط. حلو كثير. خلينا نحكي عن التحديات اللي واجهتك انت والكوفاوندر تبعك انتوا عم تاسسوا 3D انوفا. طبعا دائما دائما اكبر تحدي اللي هو الدخل الفلوس، بالذات 3D انوفا المعدات اللي شريناها والاكويبمنت. والتحدي الثاني هو انه كيف نوصل للمدارس، يعني مثلا انا بروح على مدرسه لان المدرسه تعرفي فيها سكيورتي عاليه وكذا، ما مش اي حدا بقدر يفوت، فانا بواجه صعوبه اني انا اوصل للشخص المعين اللي ممكن احكي معاه في هذا الموضوع او اعرض عليه الخدمه تبعتنا. اكيد. بعد كل هول التحديات اللي واجهتون، وين بتشوف الشركه بعد سنه بعد سنتين او بعد 10 سنين من اليوم؟ انا النكست ستيب بشوفها انه نعمل تيم اكبر بعمل لسن بلانز وانشطه اكثر للويب سايت ادفانس اكثر، مندخل عليها تكنولوجيا جديده كمان غير ال 3D برينتينج، وممكن حتى ورشات العمل تصير مكثفه اكثر. ليش اخترتوا الامارات لتبدوا منها 3D انوفا؟ الفيجن لشيوخ الامارات انها تكون الامارات ليدر في التكنولوجي وبالذات في الادوكيشن، يعني هلا المدارس الحكوميه كثير بتركز على موضوع الانوفيشن، ضافت كورس جديد للمنهج تبعه اسمه انوفيت انوفيشن كورس، فهم كثير عم بيركزوا على هذا الموضوع انها تكون هي رائده في التكنولوجيا وفي الادوكيشن، فاحنا ماشيين مع نظره الشيوخ للامارات في هذا الموضوع. ثانك يو لك روبا ويعطيك العافيه. شكرا. لا شك أن المشاريع الحديثة بتتطلب تفاصيل أكبر بتقنيات الرسم. شركة 3D Innova بتواكب العصر الحديث والمتطور وبتساعد الأجيال الناشئة للاكتشاف والإبداع باستخدام تكنولوجيا التصميم والطباعة ثلاثية الأبعاد. من أجمل اللحظات يلي منعيشها وبترسم بسمة على وجوهنا هي لحظات تسلم الهدايا من أحبابنا وأصحابنا، خاصة إذا طريقة التسليم فيها ابتكار متميز. جوي جيفتس بتساهم بإيجاد أفكار جديدة لتسليم الهدايا لأصحابها بطريقة غير عادية. خبرني ريتاش شوي أكثر عن حالك وإلك قد ما موجود بالإمارات. So I was actually born here. So the UAE is home for me. I went to school just down the street. And at some point, as many of us do, I went away to study as well. And then came back to Dubai. I joined Nokia. I headed up strategy for the region for quite some time until 2009. And ever since then, I've been in the world of entrepreneurship. شو الفكرة الأساسية وراء Joy Gifts؟ Joy is an online gifts marketplace where we sell gifts across a number of categories, everything ranging from flowers, cakes, chocolates, balloons to experiences such as spa sessions and yoga classes. So we pick up the gift and we deliver it ourselves because we believe that joy, the experience of gifting, is meant to be unique. شو كانت الفكرة وراء إنشاء Joy Gifts؟ هل كانت نتيجة تجربة شخصية عشتها أو عشتها أنت والكوفاوندر أو مجرد فكرة بزنس؟ So we all gift on a regular basis. You know, that's how we show appreciation to our loved ones for what they do for us. And Alper and I specifically had challenges that we identified in our own lives where we had
people who are near and dear to us. And in one particular case, somebody was celebrating a birthday and we didn't realize until the last minute. Mm-hmm. And we couldn't find a service that would deliver within a few hours, nor could we find one that had a nice selection of products that we could pick from. ريتاش شو فينا نقول إنه بيفرقكم كبلاتفورم أو أبليكيشن أو موقع كمان عنده نفس الهدف اللي هو إهداء الجيفتس. We are still today the only service that provides singing telegrams. We offer free same-day premium delivery with agents in concierge-style uniforms. We are also the only platform that offers service in both the UAE and Saudi. So let me walk you around the space. We have many of our colleagues sitting out here on the open floor plan so that they can collaborate easily. And here we have Mr. Joy, who is our hardest working colleague. كثير حلو. He sits out here and keeps an eye on everyone, making sure they're doing a great job. خبرنا أكثر كيف بقدر استعمل الابليكيشن تبع جوي إذا حب أنا أهدي حدا. So as you'll see, the Joy app is quite convenient to use. We have an iOS app, we also have Android, and we have both in English and Arabic. Now, if you take a look here, you can see all the promotions that we're currently offering, including the products that we have. Okay. And it shows you all the different categories we have, including occasions, for example. حلو انه مش شغله واحده جامع الفلاورز والكيكس والجيفتس كله مع بعضه. We believe that people like to gift a variety of items. Mm. And so we want to be the one-stop shop where you come and you find gifts across multiple categories. Right. Now, if you don't know exactly what you want, you can go to the Assistant tab. And here, Joy Assistant helps you figure out what you should be getting for your loved ones. So who is this gift for? Is it for somebody you love? Or is it a friend? Is it one of your parents? And is it male or female? Okay. Right. Then you can also pick when you'd like the gift delivered. So is it today, is it tomorrow, what time? Okay. What is the occasion? What kind of interests does the person have? And what is your budget? And accordingly, we will suggest certain gifts that we think the recipient would really like. And then you can start the checkout process. And that is also very, very smooth, where you can enter a greeting card message. And then all we need is the phone number of the recipient. If you have the address, great. But most people don't always have the address. So we'll take the phone number and one of our Joy's angels will call the recipient and ask for the address while still keeping it a surprise. Okay. ريتاش شو كانت أكثر التحديات أو الأوقات الصعبة اللي قطعتوا فيها أنت والكوفاوندر تبعك Albert؟ One of the biggest challenges that any startup faces is the fact that you have very limited funding in the beginning. We put our own money into the business and then we hope that investors see the vision and they come and join us. The other challenge that we faced at various points was good talent. In order to build a business that scales, we need to have A-plus talent on our team. من بعد كل التحديات وين بتشوفوا Joy Gift بعد سنة بعد 10 سنين أو خلينا نقول بالمستقبل البعيد؟ So the vision that Alper and I have for Joy as a brand is that it will become a household name very soon, where it's top of mind when people want to send a gift to their loved ones, they immediately think of Joy. The other goal that we have for Joy is we want to see Joy across the Middle East. Today we already sell to customers in 90 countries. طب ليش كان اختياركم لتبلشوا Joy Gifts من دبي؟ Mainly because we're based here to start with. It's also a great market to test a product in to optimize it before you launch it in your main markets. خلينا هلا نحكي اكثر شخصيا كيف توصف نجاحك وكمان كيف توصف نجاح الشركه. We measure our success based on the number of smiles that we spread. That is the original reason why we started Joy. Now, it's great if we can make some money along the way as well. And that's where our investors come in. We have to do that in order to be able to raise money. ريتاش أكيد قطعته مثل ما قطعته بتحديات قطعته بأوقات حلوة ما بتقدروا تنسوها أنت والكوفاوندر تبعك والأشخاص اللي كمان بتشتغل معكم بالجوي جيفز فشو كانت قصص النجاح اللي ما بتقدروا أبدا تنسوها؟ One is of course having built this family around us, our colleagues and teammates, and there's lots of memories that we've shared with them. The first orders that we shipped were actually delivered by Alper and myself to our friends and family so that we could actually experience what it's like to deliver a gift so that we know what the challenges would be and we can optimize for them. مثل ما انت والبر الكوفاوندر تبعك كان عندكم فكره جوي وبلشتوا فيها ما خفتوا شو النصيحه اللي بتقدر تعطيها للاشخاص اللي عندهم افكار بس بعدهم مترددين ام خايفين يبلشوا بشركتهم الخاصه.
I think starting a business is difficult and scary no matter who you are, no matter how many times you've done it in the past. It does get easier over time, but the first time is definitely very difficult. And the key to success there is, first of all, realizing that it is a leap of faith. You don't know what's going to happen, but you have to have faith in yourself and your abilities. Thank you, Ritash, وإن شاء الله تضلكم تنشروا الفرح بقلوب الناس. Thank you very much, Rain. ذكريات كتيرة هي خلف كل هدية منتلقاها، وورا كل هدية قصة وبسمة. Joy Gifts فكرة بتجدد كل الأفكار يلي بتساعد على تسليم الهدية بطريقة جديدة مميزة ومبتكرة. أطفالنا أهم ما في بحياتنا، والأهم نأمن لهم حياة مناسبة وثقافة بتضمن لهم مستقبل ناجح ومميز. لمسة تطبيق بحاول يلعب دور بتنشئة الأطفال من خلال تخصيص مساحة مهمة لألون بتحتوي على قصص وألعاب تثقيفية مفيدة. مرحبا، أهلا وسهلا في عالم لمسة. Thank you بدر، تفضلي. شكرا. من وين اجت الفكره تبع لمسه؟ شو الفكره الاساسيه وراها؟ لمسه هو التطبيق التعليمي الترفيهي بيساعد الاطفال في مراحل الطفوله المبكره، يدمج ما بين القصص، الالعاب التعليميه، الفيديوهات باسلوب المرح والمتعه والتعلم في نفس الوقت. ندخل هنا على عالم الانتاج، زي ما حتشوفي يعني الجدران كلها محاطه ب ألوان وأشكال اللي هي تلهم الرسامين والعاملين على التطبيق. كل رسام بيقدر ينقي جدار ويعبر عن نفسه برضه في نفس الوقت. مراحل الإنتاج تمر في أكثر من مرحلة، فهنا عندنا مرحلة الرسم، المحطة الأولى من أهم المراحل، لأنه الشخصيات تحدد هنا، الخلفيات تحدد هنا. عندنا فريق ومرحلة جدا مهمة اللي هو الأنيميشن والتحريك، نشوف في كل شاشة نوع من الانيميشن المختلف. عندك مرحلة أخرى في الانيميشن برضو، إنه كيف نصنع الشخصية ونحركها، لأنه بعض الشخصيات تكون منسجمة وبعضها تحتاج كثير تحريك، فبتمر في مراحل الرسم، التحريك، الانيميشن المتقدم كمان. واحدة من المراحل المهمة جدا هي مرحلة الصوت. أهم شيء الصوت. جاهزة؟ أكيد. تفضلي. وهنا تم الإخراج الصوتي، مرحلة جدا مهمة في إخراج القصة. أكيد. والألعاب، وحتركك الآن مع مهندس قيس عشان تشوفي كيف يتم الإخراج. هناك أمور كثيرة يحبان أن يفعلها معا، فهما مثلا يحبان أن يلاحقا قوس قزح في الأيام الماضية. بدر، هلأ إذا بدنا نحكي عن الشخصيات والقصص الموجودة بتطبيق لمسة، من وين بتطلعوا بالأفكار؟ الشخصيات اللي نشوفها اليوم، جوري وآدم، اللي هي مبنية على شخصيات أطفالي. أنا شخصيا الفكرة كانت إنه ليش اخترنا هذه الشخصيات، لأنه حبينا نقرب الفكرة للأطفال، تكون مبنية على أطفال واقعيين، فالطفل ممكن يعني توصل له الصورة بشكل أسرع ويقدر يقارن نفسه بهذه الشخصيات ويشوف إنه ما في شيء مستحيل. فمثلا جوري عندنا نفس جوري الحقيقية، اللي هي تحب الاختراعات، تحب انه تصنع اشياء، فحتى برضو بنغير بعض الافكار اللي عندنا في المجتمع، انه المرأة ولا البنت تقدر تكون هي صانعة، تقدر تكون هي مؤسسة لشيء، حتى نغير الفكرة انه على طول البنت هي المؤثرة اكثر بالالوان والفن والقصص اللعب، والشاب هو المركز اكثر على قصص الابتكار. فهيدا مثل ما بتقول، حتى ما يشوفوا انه في شيء ابدا، ما في شيء مستحيل، ما في شيء مستحيل لا للشاب ولا للبنت، وهذا الشيء لازم نزرعه في الأطفال من مرحلة مبكرة جداً.
هذا السؤال كان بدي أسألك إياه، هل فينا نعتبر أنه لمسة هو مكمل لمنهج الدراسة أم أنتم عندكم غير تخطيط؟ المناهج الدراسية في العالم العربي مختلفة، واقتبسنا طريقة الفكر الفنلندية لأنه فنلندا رقم واحد في تعليم الأطفال تعتبر. صح. فعندك مثلا قضايا زي مشاعر الطفل وكيف يتعامل معها، الاختراعات وكيف يكون الطفل مخترع، كيف يفكر مبتكر أكثر. يعني فنعتبر حالنا مكمل للبيت والمدرسة كمان في مراحل، في مرحلة النمو المبكر للطفل. يعني وين بتشوف لمسة بعد سنة، بعد 5 سنين أو 10 سنين من اليوم؟ لحد الآن وصلنا إلى أكثر من 12 مليون طفل، ونشوف هذه فقط البداية. وحابين برضو أنه ننتقل إلى أنه نكون lifestyle product، يعني نكون في حياة الطفل، مش بس فقط في التطبيق ولكن في منتجات أخرى اللي تساعد الطفل في مراحل نموه بيحتاجها. بدر، ليش اخترتوا الإمارات لحتى تبدوا منا لمسة؟ إحنا لمسة بدأناها في البداية كانت موزعة في دول عربية مختلفة، بعدين حسينا الإمارات منصة جميلة جدا وفي خبرات وتسهيلات. سوينا شراكة مع حكومة أبوظبي اللي هو 2454 بقيادة سعادة الوزيرة نورة الكعبي، اللي هي شجعت الدخول في عالم الطفولة المبكرة عن طريق التعليم والترفيه. فلقينا دعم كبير من ناحية الفكر، من ناحية الخدمات، من ناحية التسهيلات، إنه نصنع هذا الكيان ونأسس بنية تحتية قوية. بدر، خلينا نشوف لكن كيف بيشتغل هذا التطبيق. طيب، أول شيء بنبدأ بننزل تطبيق لمسة، وبعد ما ننزله حينزل على الشاشة. بنفتح التطبيق. أوكي. طبعاً هذه الشاشة صارت معروفة ومحبوبة الأغنية لدى كثير من الأطفال. شخصيات الأساسية تبان. وبعد كده ندخل على التطبيق ونبدأ نشوف المواضيع المختلفة، سواء من أرقام وحروف، مواضيع مختلفة زي العائلة والأصدقاء. بنشوف المواضيع المختلفة وبننقي. بعد كده ممكن الطفل يدخل وينقي الموضوع اللي يبغى. حوريك الآن عينة عن القصص، فهذه عبارة عن قصة بحيث أنك تشوفي طريقة التفاعل. بتبدأ القصة تسمعي الإخراج الصوتي، تسمعي وتقدر تتابع النص كمان بطريقة إنه القصة تنقرأ، وفي متابعة للنص تساعد الطفل بإنه يتابع القراءة اللي قاعد يصير. طبعاً كل شيء على الشاشة في تفاعل غني جداً، بيخلي الطفل يتفاعل مع المادة ويتعلق في الكتاب. كتير حلو. فمسلية جداً للأطفال وحتى الكبار، يعني ممكن يستمتعوا بالرسومات وبالتحريك وبالتفاعل. يعني حتى للأطفال اللي ما بحبوا القصص بصيروا يحبون أكثر. بالزبط. من الطريقة. بالضبط. وفي أكثر من طريقة، ممكن الصوت نخفيه فبصير الطفل هو اللي يقرأ بنفسه. تمام. إذا شغلنا الصوت تقوم تنقرأ القصة. ففي أكثر من طريقة للتفاعل مع القصة. حلو كتير. هذا اللي وريتك إياه هي نموذج أو عين عن القصص. في عندنا ألعاب كمان، ألعاب تعليمية. الألعاب التعليمية كمان مسلية جداً، لو تشوفي كيف الرسومات، طريقة إخراجها، بتخلي الطفل يلعب ويتعلم في نفس الوقت، يعني ما في صح ولا غلط. وبشكل أسبوعي تنزل أعمال جديدة، يعني كل أسبوع يتم زيادة أكثر من عمل عشان الطفل ما يمل، كمان يضل عنده أشياء ومستفيد فيها. عن جد برافو عليكم، إن شاء الله من تقدم لتقدم. إن شاء الله. شكراً. Thank you بدر. شكراً. التكنولوجيا تطورت بشكل كبير، ليش ما نستغلها لتنمية أفكار أجيالنا الجديدة وتطوير ثقافتهم؟ لمسة بيحاول يزيد الثقافة والترفيه المفيد يلي ممكن يكونوا أطفالنا بحاجة لإله.
الموهبة التجارية عند البعض ما بتكمل إذا الوضع المالي يلي بيدعم هيدي الموهبة منه متوفر. بيهايف موقع هدفه تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لدعمها مالياً عبر فوائد محدودة بتسهل تقدمها. Hello, Craig. Hi. How are you? I'm very well. Yourself? Good, good. Thank you. Let me show you. Sure. So I've been in the UAE just under 4 years now. Prior to that, I was a founder of a software business back in the UK. I grew that and we sold that to IBM in 2012. Around that time, I became interested personally in the whole peer-to-peer digital lending space in the UK. Okay. It was growing quite rapidly and I thought there was a huge opportunity to bring a digital platform to the region to help SMEs get lower cost access to finance and accelerate their time to finance. مين بقيم أهمية الشركة اللي بدها تستعين بموقعكم ومين بيعطي المواصفات تبع الشركات اللي بدها تشارك بالنبذ العلني؟ So when a business comes to Beehive, Beehive is only for SMEs. So we're not for startups or businesses looking to raise equity investment. We're looking at businesses that are looking to take a loan essentially for working capital or growth capital. And the reason they'll come to our platform is for a number of reasons. One, they tend to get a lower cost of finance. Two, they get a faster time to finance, which is critically important for SMEs. And three, it's very flexible, so we don't charge things like early repayments. So an SME will come, we will do a credit and risk assessment on the business. And then we will put it on our platform for the investors to look at the business, look at the risk rating, how much they're looking for, over what time period, some financials, a bit of background about the business, why they're looking for the money. And then investors are able to invest from as little as 100 dirhams, so $25. Craig, لو فيك تعرفنا أكثر عن الويبسايت وعن البلاتفورم please. Viewers go to beehive.ae. Then the website gives them a lot of information about Beehive, who we are, how it works for investors and for businesses. So if you go to the website, we have videos on the website. We give information on criteria that we're looking for from investors and from businesses. You can start to see some of the returns that investors are making, how it works as well. Again, so again, important. So it just gives people an understanding before they decide whether they want to come onto the platform. Perfect. And also one of the things we have is we have a lot of FAQs there as well. So if people want to understand the basics of peer-to-peer and how it works, everything else, then by going to the FAQs, they can get a good understanding of all the information. Now, once somebody has registered onto our platform, then as an individual investor, you will have a dashboard. And that dashboard is all real time. So it's showing you exactly how much you've got allocated, in what different product sets, payments that you're going to receive, how much funds you've got available to invest, etc. And then from that, you can then start to have a look at what's on the marketplace and decide whether, you know, this is a business that you'd like to go and bid on, find out a little bit more about the business, various different information, look at the different bids that have already been made. So very, very intuitive and very, very informative. As well as that, we also operate a secondary market. Okay. So this allows investors to sell their loan parts to other investors. Oh. So these are auctions that have already happened previously, and this allows somebody to then go and buy off an existing investor. So as you can see, there's many, many, many different loan parts available, which allows somebody to come onto the platform and very quickly diversify their investments. Exactly. Yeah? So again, very transparent. And we also create a few other tools. So if you look at many investors, what they want to do is once they've invested a few times manually, they want to be able to set up automatic bids. So again, by using a tool of ours called Diversification Plus, they're able to go in, set the different criteria, and then enable that. And then that the system will make bids based on their criteria whenever there's an auction that fits within their parameters. I see. So very, very intuitive, putting all the control with the investors to decide whether they want to invest or not, all real time, all digital. Perfect.
خلال تحضيرك لبيهايف وإنشائكم لهيدا الشركة، شو كانت أكثر التحديات اللي واجهتك؟ It goes back to the point about if you're doing a new business model in a new market, you carry the burden of the educational cost. Sure. And being part of driving regulation was also a big learning curve. وين بتشوف بيهايف بعد سنة، بعد 5 سنين أو 10 سنين من اليوم؟ The next couple of years for Beehive is about expanding into other countries. And it's also about how we can work with other financial institutions and try to bring synergies with that. So essentially, if we're working with banks or other financial institutions, then we can support them in their growth. And we see that as a big opportunity going forward. وكيف أنتوا بتقدروا تستفيدوا من الموضوع مادياً؟ So as a business, we make fees two ways. We charge the business a fee once they've successfully raised the money. So it's quite important that if a business is looking to raise 500,000 dirhams on Beehive, if they don't raise the money, we don't disperse the money. So they have to fill the whole loan. So if they only filled 80% of the loan, it's cancelled. So they have to fill 100% of the loan. Once the loan is filled, then what happens is we will make a fee from the business, and then we will also make an administration fee from the investors over on an annual basis. كيف تقدر توصف نجاحك ونجاح Beehive اليوم؟ I think our success has really been built on a strong team ethos. You know, I think when anybody does any type of business, it's actually about the caliber of individuals you can surround yourself with. So as any founder of a business, you are nothing more than a conductor of an orchestra, yeah. In the sense that you've got to make sure you've got all the people in the right positions. And we've built a strong team ethos. I think we've built a strong brand, and we have a lot of brand awareness now. And that gives you a great platform on which to build and expand. Mm-hmm. And as we look forward now, we look to expand into different countries, different product sets. It's all based on those solid foundations. Thank you, Craig, and good luck. Thank you. الاستثمار المالي بالشركات هدف كل رجال الأعمال تيستفيدوا أصحابها. Beehive موقع بيساهم بأقل فايدة ممكنة على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة تيزيد نجاحها وانتشارها. لا شك أنه التطور التكنولوجي فرض سيطرته على حياتنا الاجتماعية والعملية من مختلف جوانبها، وصار من الضروري على معظم الشركات عرض منتوجاتها عبر الإنترنت لتوسيع انتشارها ونجاح أعمالها. Pixelbook شركة بتساعد الشركات الأخرى على تسويق منتوجاتهم على مختلف أنواعهم عبر تطبيق خاص لكل شركة بتعرض من خلاله هيدا المنتج إلكترونياً على طريقة ثلاث الأبعاد 3D أو الواقع الافتراضي Virtual Reality. عرفنا أكثر عن حالك. أنا رئيس تنفيذي شركة اسمها Pixelbook، أسستها ب 2012 بدبي، ومنتخصص بال Virtual Reality وال Augmented Reality، الواقع الافتراضي يعني، وعبر تقنية ثلاثية الأبعاد. إيه نعم صح. ولأنه أنا عندي خلفية بال Science وال Arts، لقيت إنه وقت مناسب لحتى أدخل هيك فكرة بالسوق. هل فينا نقول إنه Pixelbook كانت نتيجة تجربة شخصية أو مجرد فكرة؟ كانت نتيجة تجربة شخصية، لأنه كنت أنا أشتغل بشركة بوما وأهتم بكل الانيشيتيفز الرقمية بالشرق الأوسط، ولقيت إنه في جاب بالسوق لحتى الناس كان بدهم طريقة جديدة يقدروا يتفاعلوا مع البراندز. عندكم فكرة بتقرب العالم من المنتوجات يلي عم يشتروها عبر تطبيق أنشأتوه
بقرب التواصل بين الزبون وصاحب المنتج أو صاحب الفكرة. هي إنه بتقرب الزبون للمنتجات حتى إذا منهم موجودين بالواقع. فنحن منصير من خلال 3D animations و content نحط هالتطبيقات بالواقع بطريقة لحتى الزبون يقدر يتواصل ويتفاعل معه. داني كيف تشتغل هيدي الابليكيشن؟ هيدي الابليكيشن اسمها Colorbug وبتشتغل مع كتاب وعملنا قصص لكل كاركتر هون. اوكي. يعني عندنا كل هالكاركترز هن مثل الهيروز تبع القصة. ليدي باغ، باكسي وغيره. فلما الولد يلون هالورقة بيفتح الابليكيشن بيضغط بلاي ووقت الكاميرا تتعرف على الصورة اوكي بيطلع الواقع الافتراضي وتاخد الانيميشن بياخد الالوان اللي الولد اختارها على الورقة. وفي يصير يتفاعل مع الكاركترز وياخد معلومات زيادة بطريقة تسلية اكتر. يعني هلا هو الليدي باك عم تحكي مع الولد مع الطفل وعم بتخليه يعرف عن الحيوانات. اوكي وهو الولد فيه يعني اوكي بتفاعل مع الليدي باك وبتعمل له هلو. وفي عنا كثير من هالصور وكل صوره لها قصتها مثل ما بيقولوا. خلينا نشوف هيدا الارنب. اوكي فهيدا الارنب تنو هلا مش ملون. وايت مش ملون. لازم أول شيء يعمل داونلود لهالباك. نعمل هيك لحتى البرنامج يضله خفيف. فالولد فيه يختار أي صور بده يخليه يعيشه. أول ما تخلص بيضغط بلاي من هون ونفس الشيء بتصير بيطلع هون أرنب. بس هون بيكون كله أبيض لأنه مش ملون. اوكي يعني كمان الولد بيتفاعل معه. ايه بيتفاعل معه هيك انه بيخليه. لقينا انه عملنا هيك ورك شوبس بالمدارس والولاد يعني they get hypnotized by it. يعني مبرمج على شو بتكون تعطوا معلومات للطفل. صحيح. في منهم في معلومات، في منهم العاب، في منهم الوان. ايه اوكي. وبعدين من بخلال الكتاب في يتعلم كيف يرسم هالكاركترز. في كويزز كمان هون مثلا where is the Eiffel Tower located. معلومات عامة. ايه. وقلت لي كمان هيدا إذا ما عنده إياه الكتاب الطفل في يلاقيه أونلاين. ايه في يطبع الوراق بس وراق التلوين على الموقع getcolorbug.com. بس تيشتري الكتاب اللي هي فيه قصص فيه كويزز وهيك لازم يشتريها من امازون. موجودة على امازون. لكن خلينا نشوف تبع المشرف بار. هيدي بنفس الطريقة رح تكون بلاك اند وايت. بتعرفنا على حديقة ام الامارة. تهون تنرجع نعيد بتقول وهو احسن كمان كل ما الولد لون اكثر ليطلع اكثر انيميتد. حلو. يعني هيدا عم تعلمون ايام رمضان ايام انسانية اكثر. صحيح. حلو. بعدين فينا ناخد سناب شوت مثلا. أوكي. من الصورة اللي بتكون ملونة بيبعتون لأهلهم أصحابهم بياخد فيديو كمان إذا بده خلي أصحابهم يعرفوا عن الابليكيشن. الابليكيشن بيسجلوها وهي كمان فيهم يبعتوها لأصحابهم. حلو. Very interesting. طب داني وين بتشوف الشركة بعد 5 سنين بعد 10 سنين أو خلينا كمان نقول بالمستقبل القريب؟ نفتح سوق أمريكا لأنه عنا مستثمرين من سيليكون فالي عم بيحمسونا كتير نفتتح شركة هناك. ومن خلال خبرتك أنت شو بتنصح الأشخاص اللي عندهم كمان فكرة وحابين يبلشوا بمشروعهم الخاص؟ بنصح الشباب اللي عندهم طموح كونوا شركتهم ويطبقوا أفكارهم يكون عندهم ثقة بنفسهم ما يخافوا شو الناس بتفكر. داني كيف توصف نجاحك اليوم؟ بعتبر حالي كتير محظوظ لأنه بيكسل باج وهالمشروع فتح لي كتير أبواب.
عم بقدر اشتغل مع ناس كتير ذكية واتعرف على ناس لهم أهمية كتير. وخلال هيدا الفترة شو أكتر قصص النجاح اللي أثرت فيك؟ لما نجحنا جائزة الأولى لأفضل شركة تقنية بعالم العربي مع MIT Enterprise Forum. داني شكراً على وقتك وإن شاء الله من تقدم لتقدم ومن نجاح لنجاح. Thank you. شكراً. لا شك أنه التجارة الإلكترونية فرضت حالة على مجتمعاتنا وأصبحت طريقة عرض المنتج عبر الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي هي الأهم. بيكسل باج وبفكرتها المميزة عم بتحاول تساعد الشركات بعرض منتوجاتها بطريقة مختلفة عن ما نحن منعرفه أصلاً، وذلك عبر تقنية الواقع الافتراضي أو Virtual Reality.